طب المناعة أكتر حاجة تدعمها إيه؟ أكتر حاجة تدعمها الأكل الصحي، النوم كويس، النوم بالليل، والفيتامينات والمعادن. من أهم الفيتامينز والمعادن ممكن أتكلم على ألب مالتي فيت، اللي هو مالتي فيتامين اللي موجود دلوقتي في الصيدليات. لأن ليه بقول ألب مالتي فيت؟ لأنه الأقوى دلوقتي لاحتوائه على اثنين مهمين جدا للمناعة. رقم واحد الزنك، معدن مهم جدا للمناعة، والزنك مهم لحاجات كتير، لكل العمليات الحيوية في الجسم. المناعة ليه مهمة؟ لأن الخلايا المناعية بتتجدد، وكرات الدم البيضاء بتتجدد، والأنتي بوديز بتتجدد. فأي حاجة بتتجدد في الزنك في الجسم محتاجة زنك. ومع الزنك لازم يبقى قصاده نحاس، وألب مالتي فيت مزيج بين الزنك والكابر. تاني فيتامين عندي مهم جدا جدا للمناعة هو فيتامين سي. عشان كده يمكن وزارة الصحة وقت التفشي الفيروس على طول كانوا بيحطوا ان على اللوحه بتاعتهم، يعني لازم ناخد مع سواء الانتي بايوتكس اللي بتتاخد او الانتي فايرال اللي بتتاخد، ان احنا ندعم مناعتنا بزنك وفيتامين سي. دول اقوى اثنين كتدعيم مناعه، والاثنين موجودين داخل ألب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء. وده يطمن كل الساده المشاهدين، ستات ورجاله، لان احنا بنتكلم هنا على الستات والرجاله، مش بس الرجاله يعني. ستات كمان لازم تدعم مناعتها. واقدر اطمنهم كمان انه موجود ان ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت موجود في كل صيدليات او سلسله صيدليات كبيره موجوده في كل محافظات مصر. يا اما ناخده من الصيدليه، يا اما ناخده عن طريق الارقام فقط اللي ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد باب البيت. وعندنا صفحه على السوشيال ميديا الفيسبوك، عندنا صفحه برضو. وكمان بقول للساده الصيادله اللي بيسالوا طب نجيب منين ألب مالتي فيت، عشان بتلاقي عملاء كتير بيخشوا الصيدليه اللي جنب بيتهم. وبيسالوا على ألب مالتي فيت، ممكن نكون مش لسه وفرناه في الصيدليه اللي جنب البيت. فبقول للدكتور الصيدلي او الدكتوره الصيدليه، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله، دي شركه توزيع من اكبر شركات التوزيع في مصر اللي بتوزع للصيدليات سواء مكملات غذائيه، كريمات مصرحه من وزاره الصحه، او ادويه.